حكاية النور هو معرض ال 18 ليا، بيضم 40 عمل فني. كل عمل فني بيشرح او بيرصد حدوتة من الحدوتة اللي عايز اتكلم فيها. بتكلم عن السلام النفسي اللي جوانا، بتكلم عن الجزء الروحاني اللي جوانا، بتكلم عن ازاي احنا نقدر نتخلص من ماديات الحياة ونقدر نروح الحتة السبريتشوال اللي عندنا. المعرض يمكن قعدت سنتين اشتغل عليه علشان في الاخر اوصل للفكرة وان انا اقدر كمان انفذها، لان الفكرة بتاخد وقت والتنفيذ بياخد وقت اكتر. ودايما الواحد في الارت او في الفن عموما بيبقى عنده ما عنده سقف ان هو يكمل، وان هو بيبقى عنده طمع في ان هو يحاول ينفذ كل افكاره وبيشوفها على ارض الواقع، من حاجة فاضية تماما لحاجة بتبان للنور وبتبان للجمهور. الجديدي ان انا لسه مخلص مسلسل باسورد على المنصات رقمية، مفروض هينزل قريب جدا ان شاء الله.